الثانية صباحا بتوقيت القاهرة، نشرة أخبار جديدة من القاهرة عاصمة الخبر، أقدمها لكم أنا عمر مصطفى، نستهلها بأبرز العناوين. الأمم المتحدة تثمن دور مصر في تهدئة الأوضاع بالأراضي المحتلة وتؤكد أنها تلعب دورا أساسيا لتحقيق السلام بين الفلسطينيين. البيت الأبيض يؤكد دعمه سياسة صين واحدة ويشير إلى أنه لا يؤيد استقلال تايوان. عشرات الآلاف من الأطباء في بريطانيا يبدأون اليوم إضرابا جديدا للمطالبة برفع أجورهم. أهلا بكم من جديد. قال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن مصر تلعب دورا رئيسيا في خفض التوتر في الأراضي المحتلة، وأضاف للقاهرة الإخبارية أن الأمم المتحدة تثمن دور القيادة المصرية لتهدئة الأوضاع والتوصل إلى سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. But this is not only the responsibility of the United Nations. We know that Egypt. نحن نعلم أن مصر تلعب دورا هاما وأساسيا في سد الفجوة في التفاهم بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ونحن نقدر ونثمن القيادة المصرية على كافة الجهود المبذولة لتهدئة الأوضاع، وكذلك المنطقة برمتها لها دور كبير في خفض وتهدئة الأوضاع واتخاذ المسار الصحيح لتهدئة الأوضاع. وعلى صعيد الأزمة الليبية، قال دوجاريك إن المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي يبذل جهودا حثيثة لتسوية الأزمة، وأضاف أن الأمم المتحدة تعمل عن كثب مع مصر من أجل التوصل إلى حل ينهي الأزمة في ليبيا. نحن نرى ونقدر الدور المصري في تهدئة الأوضاع في ليبيا. نحن نعمل عن كثب مع الوفد والمبعوث المصري. ونحن نفذنا زيارات مشتركة في ليبيا وفي النيجر وفي تشاد والسودان وبعض الدول التي تعاني من الصراعات. المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أعرب عن ترحيب المنظمة الأممية بمبادرة الصين للسلام في أوكرانيا، وأشار إلى أن الأمم المتحدة تتواصل مع طرفي الصراع روسيا وأوكرانيا لإتمام بعض الأمور العالقة بينهما. إن المقترح الصين مقترح ذو أهمية كبيرة وقدمته الحكومة الصينية. نحن ندعم ما ندعمه وما يدعمه الأمين العام للأمم المتحدة هو السلام العادل في أوكرانيا ولحق الشعب الأوكراني الحصول على السلام العادل وفقا للقانون الدولي ووفقا لقرار الأمم المتحدة وجمعياتها العامة. ومن الأهمية مهما كانت الدولة أو الحزب ما كان يمكنهم دفع كيف يمكنهم دفع السلام، فنحن نرحب بكافة الجهود الدافعة لتلك العملية. كما شدد دوجاريك إن مبادرة حبوب البحر الأسود كان لها أثر على خفض أسعار الغذاء عالميا، وأضاف أن الأمم المتحدة تعمل مع روسيا لتيسير واردات الحبوب الأوكرانية. ندعم اتفاقية ومبادرة الحبوب للبحر الأسود لدعم صادرات الحبوب الأوكرانية، وهذه إحدى المبادرات ذات الأهمية القصوى لدعم التجارة للأغذية والأسمدة، وكان هذا له أثر إيجابي على خفض أسعار الغذاء العالمية. والآن مع تطورات الأزمة الأوكرانية،
قال وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنكوف، قال إن قوات بلاده تواصل الدفاع عن بخموت، مشيرا إلى أن الهجوم الروسي على المدينة يتعثر، وأضاف أن الهجوم الروسي بات أكثر صعوبة، وأن خطط موسكو للاستيلاء على منطقتي دونيتسك ولوغانسك في طريقها للفشل. أشار الوزير الأوكراني إلى أن الخسائر الفادحة لروسيا تقلل من إمكانات القوات الروسية، مؤكدا أن لدى أوكرانيا الفرصة للاستعداد لهجوم مضاد. كشفت روسيا وأوكرانيا عن عملية جديدة لتبادل الأسرى بينهما، حيث أفرجت كييف عن 106 أسرى حرب روس، فيما أطلقت موسكو سراح 100 أوكراني. وذكرت مصادر أوكرانية أن الأوكرانيين المفرج عنهم بينهم مدافعون عن مدينة ماريبول ومصنع أوزفستال. وأشارت الوزارة الدفاع الروسية أن العملية تمت بعد مفاوضات نادرة للاتصال المباشر بين الجانبين. طلب رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو من روسيا ضمانات للدفاع عن بلاده إذا تعرضت لهجوم خارجي. وخلال لقائه وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو في مينسك، أوضح رئيس بيلاروسيا أنه اتفق في السابق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن مثل هذه الضمانات الأمنية ضرورية وتحتاج إلى اكتساب الطابع الرسمي. أما من جهته جدد سيرجي شويغو التأكيد على أن روسيا تنتظر في توسع أطر المجموعة المشتركة من القوات الروسية البيلاروسية. مشاهدينا الكرام، الآن نتحول إلى تطورات الأوضاع في فلسطين المحتلة. ذكر الهلال الأحمر الفلسطيني أن المواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في جبل صبيح ببلدة بيتا أسفرت عن إصابة 216 فلسطينيا. تأتي المواجهات بالتزامن مع اقتحام آلاف المستوطنين منطقة جبل صبيح باتجاه بؤرة أفيتار الاستيطانية، وذلك برفقة عدد من الوزراء الإسرائيليين وأكثر من 20 عضوا بالكنيست. تصعيد مستمر لا يهدأ تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة، واشتدت حدته منذ أسبوع مدفوعا بأصوات اليمين المتطرف داخل حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. المسجد الأقصى شهد انتهاكا جديدا حين اقتحم أكثر من 1500 مستوطن باحات المسجد تحت حراسة قوات الاحتلال الإسرائيلي من جهة باب المغاربة، في مشهد يستفز مشاعر المسلمين مع زيادة وتيرته في شهر رمضان. الاقتحام جاء بالتزامن مع الإجراءات المشددة التي تواصل سلطات الاحتلال فرضها لتقييد دخول الفلسطينيين إلى المسجد خلال عيد الفصح اليهودي. وفي أريحة تلك المدينة التاريخية القديمة بالضفة الغربية، اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية في أعقاب شن الاحتلال حملة مداهمات واقتحامه مخيم عقبة جبر، ما أسفر عن استشهاد طفل يبلغ 15 عاما وإصابة آخرين واعتقال 5 فلسطينيين. وفي موقف زاد توتر الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، انطلقت مسيرة تضم وزراء ونوابا في الكنيست الإسرائيلي باتجاه البؤرة الاستيطانية أفيتار المقامة على قمة جبل أبو صبيح في نابلس، دعما للاستيطان الذي لطالما أكدت المنظمات الدولية والأطراف الفاعلة في الشرق الأوسط عدم مشروعيته ومناقضته المواثيق الدولية. إذن هي نقاط اشتعال متعددة في الأراضي الفلسطينية بمختلف مناطقها، وتصعيد لا يخفت
وسط مساع عربية وإقليمية لا تتوقف لجمع الفلسطينيين والإسرائيليين مجددا نحو أفق سياسي يمكن معه بدء مفاوضات على أساس حل الدولتين. أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تراجعه عن إقالة وزير الدفاع الإسرائيلي يؤاف جالانت من منصبه على الرغم من الخلافات، وأضاف أنه سيتم العمل على إصلاح الأضرار التي ورثت من الحكومة الإسرائيلية السابقة، مشددا على أنه سيتم التصدي لكل المخاطر التي تهدد إسرائيل، مشيرا إلى أن إسرائيل مستعدة جيدا لمواجهة على كل الجبهات. والآن مع ملف الوثائق الأمريكية المسربة. أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي أعلن أنه يتم التحقيق في الوثائق المسربة عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي يحتوي بعضها على معلومات حساسة للولايات المتحدة، وأضاف أنه يتم العمل على مدار الساعة لمعرفة كيف حدوث التسريب، ويتم التحقيق من جانب وزارتي الدفاع والعدل الأمريكيتين. كنا نعمل على مدار الأيام الماضية على هذا الأمر، فإن وزارة العدل تقوم بتحقيقاتها وتقوم بفعل ما عليها، ومرة أخرى وزارة الدفاع ذكرت مرارا وتكرارا سوف ترى معدل التوزيع لتلك الوثائق وما هي التغييرات التي يجب أن تطرأ في البنتاغون وفي الإدارة والوزارة، وهناك تركيز على عدد من الوثائق الأخرى، ولكن مرة أخرى قبل الوصول إلى نتائج نهائية لابد أن نتحقق من إجراءات وزارة العدل. من جانبه قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي قال إن الرئيس جو بايدن على اتصال مع مسؤولي الأمن القومي بشأن الوثائق المسربة، وأضاف في مؤتمر صحفي أن وزارة العدل تجري تحقيقا بشأن الوثائق المسربة، وأشار إلى أن وزارة الدفاع البنتاغون بدأت في اتخاذ بعض التدابير بعد تسريب وثائق سرية، مشددا على ضرورة أن يأخذ التحقيق مجراه في هذا الشأن، وأضاف إلى أن واشنطن على تواصل مع الحلفاء والشركاء على أعلى المستويات بشأن الوثائق المسربة. ذكرت مصادر إعلامية أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يتحرك لمنع نائبه السابق مايك بينس من الإدلاء بشهادته أمام هيئة المحلفين التي تحقق في أحداث اقتحام الكونغرس في 6 يناير لعام 2021. وأضافت المصادر أن فريق ترامب القانوني قدم استئنافا لمنع العديد من كبار مساعديه السابقين تقديم شهاداتهم أمام المحكمة، وأشار إلى أن تحرك ترامب يأتي بعد أيام من إعلان مستشار بينس الأخير أن الأخير لن يستأنف أمرا أصدره القاضي جيمس بولسبرغ، ويطلب من نائب الرئيس السابق الإدلاء بشهادته بشأن هجوم الكابيتول. قال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي قال إن الولايات المتحدة تعمل مع المسؤولين الصينيين لدعم العلاقات بين واشنطن وبكين، وأشار كيربي إلى أن بلاده تدعم سياسة صين واحدة ولا تؤيد استقلال تايوان. الأمر يتعلق بالمواجهة والوضع الراهن لم يتغير، وسياستنا واضحة أثناء زيارة رئيس تايوان إلى الولايات المتحدة، لابد أن يتم طرح هذا السؤال في بكين، ما هي الخطوات المستقبلية وما هو الطريق قدما في تلك العلاقات، وكيف يمكن أن نستمر في التواصل مع الصينيين، وسوف نستمر في عقد عدد من حلقات التواصل مع وزير الخارجية بلينكين مع المسؤولين في الصين، وحتى بعد زيارة بيلوسي كانت هناك بعض الخطوات الجادة لدعم العلاقات مع الصين.
من جانبها وصفت رئيسة تايوان تساي إينغ وين لمناورات العسكرية الصينية التي أجرتها بكين بأنها ليست تصرفا مسؤولا من بلد كبير. وأكدت تساي إينغ وين أن الجيش التايواني ومؤسسات الأمن ستبقى في حالة تأهب للدفاع عن البلاد رغم انتهاء المناورات الصينية. من جانبها أعلنت وزارة الدفاع التايوانية رصد 91 طائرة و12 سفينة صينية في محيط الجزيرة. وأشارت تايبيه أن على الرغم من انتهاء التدريبات العسكرية الصينية فأنها لن توقف تعزيز الاستعداد القتالي. اتهمت تايوان الصين بتقويض الأمن والسلام ووصفت التدريبات الصينية بالمزعزعة للاستقرار محذرة من تعرض الأمن الإقليمي للخطر. مع عدم وجود نية لتصعيد الموقف، ستحافظ قواتنا المسلحة على سيادتنا وأمننا القومي بشكل عقلاني ومدروس. في غضون ذلك، ظلت وحدات دفاعنا الجوي في حالة تأهب قصوى. إنهم يراقبون عن كثب كل هدف محتمل ويستجيبون للطوارئ وفقا لذلك. وعلى صعيد الأزمة الكورية، دعا زعيم كوريا الشمالية كيم كونغ أون إلى تعزيز قوة الردع العسكري لبلاده بطريقة عملية وهجومية بدرجة أكبر، وذلك لمواجهة ما وصفها بالتحركات العدوانية من جانب الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية. هذا وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن تصريحات كيم جاءت خلال اجتماع موسع للجنة العسكرية المركزية لمناقشة الجهود الجارية لتعزيز قوة الردع العسكري لبلاده، وذلك لمواكبة ما وصفها بالتحركات العدوانية المتزايدة من جانب الولايات المتحدة وحلفائها في كوريا الجنوبية. يبدأ عشرات الآلاف من الأطباء في إنجلترا موجة جديدة من الإضرابات اعتبارا من اليوم الثلاثاء ولمدة 4 أيام للمطالبة برفع أجورهم في ظل موجة التضخم التي تعاني منها إنجلترا. هذا وأشارت مسؤولة بهيئة الصحة الوطنية البريطانية إلى أن هذا الإضراب قد يؤدي إلى تأجيل 250,000 فحص طبي في بريطانيا. بدأت اجتماعات الربيع لعام 2023 لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي تستمر حتى يوم الأحد الموافق 16 من أبريل الجاري في مقر الصندوق ومجموعة البنك الدولي في واشنطن. هذا وانطلقت الاجتماعات بمؤتمر افتراضي بحضور المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستيانا جورجيفا ومدير بنك الدولي ديفيد مالاباس، وكان ذلك بعنوان الطريق إلى الأمام بناء المرونة وإعادة تشكيل التنمية. هذا وتتصدر أزمة الديون وارتفاع أسعار الفائدة أجندة المناقشات. وفي أخبار الاقتصاد أيضا، حيث رفع البنك الدولي توقعاته للنمو العالمي لعام 2023 إلى 2% مقارنة بتوقعات في يناير بلغت 1.7%. قال رئيس البنك الدولي ديفيد مالاباس إن التباطؤ الناجم عن النمو الأقوى في 2022 سيزيد من أزمة الديون في الدول النامية، وذكر أن رفع معدل النمو المتوقع يرجع إلى تحسين التوقعات بشأن تعافي الصين من قيود الإغلاق التي كانت تفرضها للحد من تفشي كوفيد-19، وثبات معدل النمو المتوقع للعام الحالي عند 5.1%. يراهن متداول السندات على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي ربما يرفع أسعار الفائدة مرة واحدة، وذلك في إطار دورة التشييد النقدي التي يتبعها حالياً. زادت عوائد سندات الخزانة في جلسة الجمعية الماضية بسبب مرور البلاد بعطلة رسمية، وذلك بعد انخفاض معدل البطالة في الولايات المتحدة، كما جاءت أرقام الرواتب أقوى من المتوقع، مما وفر دعما لزيادة أخرى في سعر الفائدة بنحو 0.25% في الاجتماع المقبل الفيدرالي والمنتظر عقده في مايو. رياضيا، توج الأهلي بلقب كأس مصر لكرة القدم بعد فوزه على بيراميدز بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة النهائية على استاد القاهرة الدولي. أحرز ثنائية الأهلي محمود كهربا وحمدي فتحي في
فيما أحرز هدف بيراميدز الوحيد اللاعب المغربي وليد الكارتي بتلك النتيجة. يلتقي الأهلي مع الزمالك في مباراة كأس السوبر في مايو المقبل في الإمارات. وفي المباراة الثانية من دور الثمانية بالتشامبيونز ليج يستضيف بنفيكا فريق انتر ميلان في موقعة الذهاب. كان الفريقان قد التقيا مرة واحدة في البطولة القارية التي شهدت فوز الانتر في نهائي نسخة 1965. سعيا إلى الاقتراب من بلوغ المربع الذهبي لدور أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 1990، يلاقي بنفيكا على ملعب النور عملاق إيطاليا إنتر ميلان في ذهاب الدور ربع النهائي. أصحاب الأرض والجمهور يعولون على عدد من الأسماء لتخطي الإنتر. يأتي في مقدمتهم المهاجم جونزالو راموس الذي يقدم مستويات استثنائية مع الفريق، وظهر واضحا في كأس العالم مع المنتخب البرتغالي. ويحلم راموس ورفاقه بالاقتراب من إنجاز جيل الستينيات عندما نجح الفريق في التتويج بلقب الشامبيونز ليج مرتين على التوالي، نسختي 1961 و1962، بالفوز على برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وعلى غريمه ريال مدريد بخمسة أهداف مقابل ثلاثة. أما الطرف الثاني للموقعة إنتر ميلان فسيحاول مفاجأة مستضيفه واقتناص نتيجة إيجابية قبل مباراة الإياب على ملعبه وأمام عشاقه. ولن يكون النيراتسوري في أفضل معنوياته بعدما سقط منذ أيام في فخ التعادل أمام سالرنتيانا بهدف لكل منهما في الدوري الإيطالي بعد ثلاث هزائم متتالية بالكالتشيو. ورغم تذبذب النتائج فإن فريق المدرب سيموني إنزاغي يسعى إلى التمسك بأحلامه، لا سيما وأنها المرة الأولى التي يصل فيها إلى دور الثمانية منذ 2012 وآخر الفرق الإيطالية الفائزة باللقب عام 2010 بقيادة المدرب البرتغالي جوزي مورينو. وجمعت المواجهة الوحيدة بين الفريقين في البطولة القارية بنهائي نسخة 1965 لدوري الأبطال التي شهدت انتصار الإنتر بهدف دون رد على ملعبه. نهاية النشرة، وقبل الختام إليكم تذكرة بأبرز وأهم العناوين. الأمم المتحدة تثمن دور مصر في تهدئة الأوضاع بالأراضي المحتلة وتؤكد أنها تلعب دوراً أساسياً لتحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. البيت الأبيض يؤكد دعمه سياسة صين واحدة ويشير إلى أنه لا يؤيد استقلال تايوان. عشرات الآلاف من الأطباء في بريطانيا يبدأون اليوم إضراباً جديداً للمطالبة برفع أجورهم. ختام النشرة، لمزيد من المتابعة يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني القاهرة news.net، كما يمكنكم متابعتنا على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة فيسبوك، تويتر، إنستغرام ويوتيوب. ويمكنكم بالفعل متابعة القاهرة الإخبارية على تردد 11747 فيرتيكال، كما يمكنكم تحميل تطبيق القاهرة الإخبارية من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر أمام حضراتكم على الشاشة. أشكر لكم طيب المتابعة، إلى اللقاء. هنا القاهرة عاصمة الخبر.